احنا اتكلمنا النهاردة عن الخدمة، واتكلمنا عن ادخال السرور على قلب المسلم. تعالوا ندعي ربنا ونقول: يا غفور نسألك تجارة لن تبور، وأن تجعلنا من أبواب السرور. يا غفور نسألك تجارة لن تبور، واجعلنا من أبواب السرور. يا رب فرح قلوبنا بأن احنا نكون دايما سبب لفرحة المؤمنين، فتكون ده ما ندخره عندك يا مولانا، لتدخل علينا السرور بأن نكون مع سيد المرسلين، وتدخلنا الجنة آمنين. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حبيبنا، يا أرحم الراحمين.